عادل، السيناريو بداية الشوط الأول من وجهة نظرك للفرقتين؟ يعني أنا بقول إن النادي الأهلي هيبدأ عنده أمل إنه يحرز هدف مبكر، وبرضه بيراميدز ممكن يكون بدايته كده عاوز يحرز هدف مبكر، ولكن هنا في تصادم هيبقى قوي جدا في وسط الملعب. في وسط الملعب ما بين اتنين لعيبة كله، نبيل دونجا وأحمد توفيق، وفي النادي الأهلي هيبقى حمدي فتحي وعمرو السولية. يمكن هيبقى التفوق في الكرة شوية للنادي الأهلي، لأن الاتنين دفاعيا أقوياء ولكن مش فوتبولر، يعني بيعرفوا يدوروا الكرة، اللي هو نبيل دونجا وأحمد توفيق، ولكن ممكن عمرو السولية يقدر يلعب ويقدر يحرك الأجناب، وبالذات الجنب الشمال اللي هو بتاع طاهر محمد طاهر. يمكن النادي الأهلي علشان يعني يحد شوية من الضغط اللي على علي معلول، لازم محمد هاني يعمل واجب هجومي كبير قوي. لو محمد هاني عمل واجب هجومي كبير هيفضوا شوية الحتة لعلي معلول من الناحية التانية، لكن لو فضلنا ان احنا عشان يقف مع رمضان صبحة تبقى في مشكلة شوية. لا، يهاجم عادي خالص، ولكن في عمرو السولية او حمدي فتحي ممكن يغطي. وانا افتكر ان حمدي فتحي المفترض في المباراه دي دايما بيلعب ناحيه الشمال شويه، الديفندر اللي هو ناحيه الشمال، بس اتمنى النهارده انه يلعب الديفندر ناحيه اليمين عشان يميل في الحته الدفاعيه. الحته الثانيه بدري بنون عنده مهمه قويه جدا مع محمد هاني اللي هو السبورت الثاني، اللي هو لو محمد هاني قدر ان رمضان يعدي منه لازم بدري بنون يبقى مغطي. زي الناحيه الثانيه علي معلول لما بيطلع، ايمن اشرف هو اللي بيشتغل ناحيه الشمال وبيشتغل كويس في حته التغطيه. الحته الثانيه المهمه ما بين مجدي قفشه وعبد الله السعيد، ده عنده عمل هيجيد وده عنده عمل هيجيد. يمكن عندك مجدي قفشه متحرك اكتر من عبد الله السعيد في الجري، ولكن عبد الله السعيد عنده حته الباص المؤثر قوي قوي فيها، فعلشان كده لازم المراقبه الكويسه لعبد الله السعيد، ولكن مجدي قفشه لازم يتحرك التحركات القطريه، لازم ياخد في الحتت اللي هي بينيه ما بين طاهر وما بين حسين الشحات. النهارده في اتنين مهمين النهارده بالنسبه للنادي الاهلي، طاهر وحسين الشحات. اهم ما في الموضوع حسين الشحات النهارده، لازم النهارده يبدا المباراه بقوه، ما يبقاش في تفاوت في مستواه في ما بين الدقايق والدقايق، لازم يستغل اول فرصه. وطاهر محمد طاهر افتكر انه هيزيد من التالق بتاعه النهارده، وعشان المباراه تبقى فيها مساحات هتلاقي طاهر محمد طاهر هيبان بصوره جيده ان شاء الله.